ولمزيد من النقاش حول أزمة الجفاف في العراق واهتراء السدود ينضم إلينا عبر سكايب من ستوكهولم الأكاديمي المتخصص في شؤون المياه الدكتور نظير عباس الأنصاري. مرحبا بك معنا دكتور. أهلا وسهلا أخي. كما تابعت معنا معدلات إيرادات نهري دجلة والفرات انخفضت منذ عام 2000 أو بعد عام 2003 إلى نحو 50% بحسب الإحصائيات المتوفرة، إلى ماذا ترجع هذا التدني الكبير في إيرادات أهم روافد العراق؟ طبعا سببين رئيسيين. السبب الأول مثل ما تفضلتوا بتقاريركم هو تغير المناخي، واللي يضرب منطقة الشرق الأوسط، لأنه منطقة الشرق الأوسط هي تعتبر منطقة جافة إلى شبه جافة. والشيء المهم الآخر هو المشاريع الإروائية أو السدود في دول الجوار، بالذات طبعا إيران وتركيا. فهذا سببين هي سبب الأسباب الرئيسية في تناقص إيرادات نهري دجلة والفرات. ومؤشرات الجهد المائي حاليا تؤشر أن طبعا الجهد المائي 5 درجات، العراق حاليا 3.7، وهي يعني مع الأسف شيء خطر أو حرج جدا. وكل الدراسات تشير إلى أنه إذا بقى الوضع كما هو عليه الآن، فخلال 10 سنين القادمة راح يكون الجهد المائي 4.6، يعني معناها أراضي العراق راح تنقلب إلى صحراء مع الأسف. نعم. إذا بقى هذا الشيء كما هو عليه. فلذلك مثل ما تفضلتوا بتقاريركم، الاستراتيجية الموجودة حاليا والمعمول بها هي خاطئة جدا، لأنه ما تأخذ بنظر الاعتبار ما يجري حاليا من أمور. سأذهب إلى هذه النقطة بالتفصيل دكتور لو سمحت، لكن يبدو أن كما تفضلت هناك حالة من التصحر سيشهدها العراق عندما نتحدث عن أثر الانخفاض الكبير على المدى المتوسط والبعيد، وبالتالي السؤال عن أثر ذلك أيضا على الاقتصاد الكلي للعراق. طبعا هذا راح يأثر على كافة نواحي الحياة في العراق، يعني مو بس الزراعة، الثروة الحيوانية والصناعة أيضا، لأنه قلنا راح تتبدل المنطقة من منطقة زراعية إلى منطقة صحراوية، وهذا شيء يعني يقلب حياة البشر في العراق إلى السالب مع الأسف لا سمح الله إذا حصل ذلك. فراح يعني الحياة تتغير بشكل جذري كامل إلى ناحية سلبية مع الأسف. في المقابل دكتور، وزارة الموارد المائية في بغداد تؤكد أن المخزون المائي الموجود يعد مخزونا كافيا رغم هذا الانخفاض الحاصل الذي نتحدث عنه الآن. ما حقيقة هذه التصريحات وإلى أي مدى هي مقنعة؟ الدولة تحاول أنه تخفف من أثر ما يجري، يعني ما أعرف، يمكن استراتيجيتها أنه ما تريد تحفز المواطن أو تثير مشكلة، فلذلك تحاول تطمن. لكن بنفس الوقت الوزارة نفسها خفضت الإنتاج الزراعي أو الأراضي المزروعة على 50%، يعني معناها أنه المشكلة كبيرة جدا. يعني الأراضي المفروض تروى حاليا حسب منهج الوزارة هذا السنة خفضوها إلى 50%، وإحنا ده نسمع كثير من القصص حول النزاعات بين الفلاحين في المحافظات الوسطى والجنوبية عن شحة المياه. يعني الوزارة تحاول ما تخلق مشكلة أو تثير مشكلة بالنسبة للرأي العام، لكن الحقيقة هي غير ذلك مع الأسف. يعني لكن ما مصلحة الحكومة في العراق في التعتيم على هذه المخاطر دكتور؟ هي مصلحتها أنه ما تثير انتباه المواطن إلى هذا الشيء، يعني ما تريد مشكلة جديدة بالنسبة لها. وأنت تعرف الصراعات السياسية حاليا الجارية من شهر العاشر إلى الآن حول استلام السلطة، فما تريد تضيف مشكلة إضافية بالنسبة لها. هذا هو السبب الرئيسي في التعتيم الإعلامي حول الموضوع. أشرت إلى قضية التصحر المتوقعة وبالتالي زيادة المخاطر على الحياة الزراعية في العراق، كيف سيكون شكل العراق في ضوء هذه المشكلة الكبيرة؟
أعطيك مثال بسيط، يعني أنتم تكلمتوا عن سد أريسو، لكن سد أريسو هو سد لإنتاج الطاقة الكهرومائية، يعني معناها بعد أن يملون خزان السد لازم يطلقون ماء حتى يولدون كهرباء، فهذا مو كثير يأثر. لكن سد جزرة اللي سمعنا أنه تركيا تريد تباشر به، اللي هو جنوب سد أريسو اللي هو سد إروائي، هذا السد لأنه مياه للري في تركيا راح يخفض من تصاريف نهر دجلة بحدود 40%، وهذا معناه أنه راح يتحول 750 ألف هكتار من الأراضي الزراعية على نهر دجلة إلى أراضي قاحلة، وأنت تقدر تتصور التأثير السلبي لهذا الشيء. وتحدثت قبل قليل عن محافظة ديالى وأثر غلق مياه نهر ديالى وسيروان وكذلك الزاب الأعلى، يعني معناها أنه العراق مقبل على مشكلة كبيرة جدا، فلذلك يجب أن نغير استراتيجية إدارة المياه بشكل جذري وبشكل جدي وبأسرع وقت ممكن. نعم، أشكرك جزيلا الدكتور نظير عباس الأنصاري الأكاديمي المتخصص في شؤون المياه، كنت معنا من ستوكهولم، شكرا دكتور.